انطلقتم في 14 فبراير لتكملوا مسيرة من سبقكم من المضحين من البحرينيين سنة وشيعة إسلاميين وليبراليين ووطنيين. نعم تحملون الراية عندما كان هناك عقداً بيننا في 73 وانفرط هذا العقد، والآن ينفرط مرة أخرى في 2002. هذه المسيرة مستمرة وستتحقق إن شاء الله، لأنكم صامدون، لأنكم مخلصون، والله ناصركم، حتماً نصركم قريب. قتلوكم، سجنوكم، عذبوكم، اضطهدوكم، اعتدوا عليكم، هدموا مساجد الله التي ترتادونها، لم يبق شيء لم يقوموا به، ولا زلتم سلميين، أبهرتم العالم بسلميتكم وصمودكم، فاستمروا في طريقكم، فنصركم قريب، نصركم قريب. لا نريد أن يستدرجونكم في عنف حاولوا أن يستدرجونكم فيه ولم يستطيعوا أن يثبتوا لأحد غير إعلامهم الكاذب، والآن لا تدعوا فرصة أن يأخذوا لقطة أو لقطات. هم يستفزونكم لترموا حجر فيصوروا رمية الحجر ولا يصورون الطرف الآخر. استمروا في سلميتكم لأنها عنوان صمودكم ونجاحكم إن شاء الله. لا تتركوا أي مجال لهم أن يأخذوا هذه اللقطات، خصوصاً الآن مع وجود لجنة التحقيق التي تحقق فيما جرى في البحرين على الشهور الماضية. لجنة التحقيق هذه لن نعطيها التزكية ولن نسحب منها التزكية أيضاً. نريد كل من انتهك حق من حقوقه مهما يكون صغيراً يجب أن يوثق ذلك ويبادر إلى أن يعطيها لجنة التحقيق، ويبادر أن يعطي نسخة موازية إلى كل من يهتم بتوثيق الانتهاكات. نريد أن نصدر تقريراً موازياً لكي بعد ذلك نقول إن كانت لهذه اللجنة مصداقية أو لم تكن إذا كانت النتائج لا تحتوي على هذه الانتهاكات. ونريدكم أن تثبتوا أنكم ذا مصداقية كبيرة، لا نريد زيادة ولا نقصان، ولا نريد أن ننتقم من أحد، ولا نريد أن نتشفى من أحد. نريد توثيق لكل الانتهاكات بكل مصداقية. هناك جمعية الوفاق لديها فريق متكامل، والجمعيات الأخرى أيضاً، والأستاذ نبيل رجب البطل الذي يدافع بقوة عن شعب البحرين، هو وإخوته من الحقوقيين. بمن تثقون ابعثوا بتقاريركم إليهم ليكون هناك توثيق. إن أخفقت اللجنة في إنصافكم ولم تحقق لكم شيء، استفدتم من هذا التوثيق لما بعد هذه اللجنة وللمطالبات، لأننا نريد أن ننتصف لكل مظلوم، لا نريد أن نتشفى من أحد، ولا نريد أن ننتقم من أحد، لأنكم لم تتربوا على الانتقام، لأنكم لن تباشروا الانتقام الذي باشره غيركم ودمر الوطن. اجتمعنا اليوم لنقول للعالم إننا صامدون وعلى عهدنا للشهداء ماضون، فلا تنازل عن مطالبنا الحقة ولا قيد أنمنة، لأننا نريد وطنا للجميع، وطنا يربطه عقدا اجتماعي، العقد الذي انفرط عندما حل المجلس الوطني في 75 وعندما صدر الدستور اللاعقدي بإرادة منفردة. نريد أن نسترجع ويكون لنا
دستور ديمقراطي هو رأس مطالبنا لكي يكون هذا الوطن وطناً للجميع وليس وطناً لفئة دون فئة. نقول للعالم الذي أغلبه 90% لديه ما تطالبون من أجله، وطالب التونسيون والمصريون وحصلوا على مطالبهم، ويطالب الليبيون واليمنيون والسوريون وكل بقاع والجزائريون وسيحصلون على مطالبهم، وأنتم أيضا أجزم لكم بنصر الله أنكم محققون آمالكم وتطلعاتكم. انطلقتم في مطالبكم من ولائكم للوطن، من حبكم للوطن، وطن يجمع كل البحرينيين، ليس وطنا لفئة دون فئة، وإنما وطن للجميع تجمعكم فيه المحبة والأخوة، مسلمين وغير مسلمين، مسيحيين ويهود ومن كل الأعراق ومن كل الأجناس. وطن أجدادكم وآباؤكم وأبناؤكم ترعرعوا فيه، امتزجت أرواحكم بترابه بمائه بهوائه. هذا هو وطن البحرين، وطن الجميع، ولن نقبل إلا أن يكون وطناً للجميع بلا إقصاء ولا تهميش وبلا استئثار. ماذا فعل النظام عندما عجز عن مقارعتكم في كل تاريخكم النضالي؟ راح يستبدل هذا الشعب العظيم بسنته وشيعته بشعب آخر. تدرون لماذا؟ لأنه لا يثق لا بالسنة ولا بالشيعة، وهو زيف يقول لهم يقربهم أو يقرب البعض من السنة والشيعة. هو يريد ولاءات زائفة، هو يريد ولاءات شخصية، لا يريد ولاءات للوطن. ألا ترون أنكم لا تسمعون في أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو في الكونغو؟ هل توالي شيراك؟ هل توالي ساركوزي؟ هل توالي أوباما؟ يقولون نحن نوالي أمريكا وبريطانيا وزيمبابوي والصومال والسودان وإندونيسيا. لا يقولون نوالي أحد شخص، منما نقول نوالي دولة، نوالي وطن. جاء بي أناس طيبون يستغلهم لضربكم لقمعكم، ولو كان يثق بفئة من الفئات لرأيتم أنهم في الأمن وفي الجيش وفي الأجهزة الأمنية، ولكن هذا النظام لا يثق بأحد، بل تعمد الطائفية وشق المجتمع. وما رأيتم في الفترة الأخيرة من خلال إعلامه ومن خلال السلطة فقط وفقط لكي لا يعطيكم حقوقكم. أنتم السنة والشيعة، ليس لكم حقوق يفرقكم كي لا يتنازل عن استئثاره واستئثاره بالثروة والمال والسلطة. هذه هي عقلية النظام، وليس عقلية التسامح، وليس عقلية الحماية لأحد، إنه لا يهمه إلا حماية مصالحه الفردية.